تعال السجن يلا قضيها يا دانا عليك بالعافية. لا طلعونا. اسمع صوت شرطة. لعبوني وياكم أنا صديقتكم الجديدة. لا أوكي كيفكم؟ الله عندك سكوتر كهربائي عادي ألعب فيه؟ لا ما أقدر أمي قال ما أعطي أحد عشان ما يتعور. لا تراني بس بصير هني مو وايد بعيد تراني أنا أعرف كيف ألعب هالسكوتر. لا أصلا ما أقدر. يو عجبني السكوتر مال هذا الولد. واو بقول له يعطيني بس شوي. عادي ألعب في سكوتر؟ ما بعطيك هذه لعبة أولاد روعي. ها حتى أنت؟ لكن حارة في زعيمة لازم أكلم الزعيمة. أهلا يا زعيمة. شوفي يا زعيمة أنا جديدة في هالحارة وصراحة بنات الحارة مزعجات وما يعطوني ألعب وياهم. وأنت شكلك وايد قوية عادي تساعديني؟ شو تحسين يا دانا الدنيا سهلة؟ تعرفين ما في شيء بدون مقابل. ها؟ مقابل؟ أكيد بعطيك مقابل. وعشان نسهل المهمة أخذي هذا وياك. أي وحدة ما تعطيك بس دكي هالزر وشوفي شو بيصير. هذا؟ هي يلا روحي لا تضيعين الوقت جوي ضرابة أنا. يلا قومي. يلا يمكن أستفيد من دانا شيء. هذه البنت تعالي يلا أعطيني السكوتر. شو؟ مثل ما سمعتي ما راح أعطيك. شو بتسوين؟ ها شو بسوي؟ أوه الصوت دانا تناديني. يلا يا دانا أنا جاية الحين. ها دانا ان شاء الله ما اكون تاخرت عليك يا دانا. شو تبين؟ منو اللي مضايقك؟ منو زعلك يا دانا؟ ما في شيء يا ليلى بس اريد السكوتر. ها تبين السكوتر؟ حاضر يا بنتي لو سمحتي. يلا خوزي اعطيها السكوتر هذا. يلا هذا اكيد مال دانا. يلا خلصيني روحي. يلا قومي. لا اريده. ها ما تسمعين كلامي وأنا زعيمة الحارة. تعالي يلا هذا السجن حق اللي ما يسمعون كلامي. تراني أنا زعيمة الحارة ومحرومة ساعة كاملة من اللعب. لا ابتعيني هذا سكوتر مالي. خلاص انتهى الموضوع ما حد يزعل دانا أوكي ومحبوسة ساعة كاملة وممنوع تلعبين في الحارة. يلا مع السلامة. واو كرة سلة وراح أخذ منها. أعطيني الكرة بسرعة. بعدني ما خلصت. مو بلازم تخلصين. يلا أعطيني. لا لازم أخلص أول بعدين بعطيك. ها تراني بنادي زعيمة الحارة ليلى. نادي اللي بتنادينا تراني مو بخايفة منك. اوه هذه شكلها قوية. خليني اخذ الالعاب اللي اصغر مني. خلاص ما اريد منك شيء. اصلا مالي خاطر العب فيها ولا كنت باخذها منك. هي هذا اللي واضح. الله حلوة شنطة. الله
معاها شنطة وردية اللي كنت أريدها. باخذها يعني باخذها. أعطيني الشنطة. لا. نعم نعم تقولي لي لا. إنزين بتشوفين. شو هذا؟ بتعرفين الحين شو هذا. دانا تناديني، خليك هني. دانا 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 أنا هني، شو تبين حبيبتي؟ أنا أريد الشنطة الوردية. ها سهل حبيبتي، الحين بجيب لك الشنطة الوردية. هي يا بنت يلا أعطيها الشنطة الوردية. ها ما تسمعين كلامي؟ خذي وتعالي بوديك السجن لأنك ما عطيتي دانا، محرومة من اللعب ساعة كاملة. لازم كلكم تسمعون كلام دانا. والله كنت مالي. الله هذا الدراجة اللي كنت أبيها، أحب لونها، لازم أخذها يعني أخذها. يا ولد يلا أعطيني سكوتر. بابا خلاص مالي. نعم نعم بتشوف زين. اوه دانا تناديني، خليكم هني لا توصلي بعيد. دانا 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 ها دانا دانا انا جيت، ان شاء الله ما تاخرت عليك يا دانا. شكرا ما تاخرتي، بس انا اريد هالدراجه. تبين هالدراجة؟ حاضر من عيوني من عيوني يا دانا، لو سمحت يلا قوم عطنا الدراجة هذه. ما بعطيكم. نعم نعم أنا زعيمة الحارة، بعاقبك ساعة كاملة ما تلعب. يلا تعال تعال السجن، يلا خذيها يا دانا عليك بالعافية. واو الدراجة حلوة. ساعة كاملة ممنوع تلعبون في الحارة. ما عجبني لون هالدراجة. دراجة وردية اللي أحبها وايد. أنا أحب اللون الوردي. باخذها باخذها. يلا أعطيني الدراجة الوردية. لا. نعم نعم بتشوفين. صوت دانا تناديني، دانا تناديني، ما لا تروحوا بعيد، خليكم هني. نعم 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 يا دانا أنا جيت. هذه المرة أريد الدراجة، ما خلتني ألعب. نوم نوم نومي ما خلاك هذه. تعالي تعالي يلا العب العب استانسي. ياي سكوتر حلو. أعطيني التليفون في ألعاب حلوة. لا. نعم نعم هاتي. لا. حاضر بتشوفين. أوه دانا تناديني. خلاص يا دانا بدون ما تقولي لي شو تبين أنا أعرف. هاتي هذا التليفون. لا خذي وتعالي، أنت محرومة عشان مرة ثانية ما تزعلي دانا. لا أطفال الحارة كلهم هني. أوه يا دانا الصراحة أنت راعيت مشاكل حرام، بس يلا يلا أهم شيء المقابل، أكيد تعطيني فلوس أو حلاوة أو أي شيء. لا طلعونا. خليكم هني باقي ربع ساعة ودانا تعطيني الهدية. أه أسمع صوت شرطة. أكيد شرطة، خليني أطلع بسرعة. خلاص خلاص أنا بروح. Hey, hey, hey!
على القوية، شو أعطيها من مقابل؟ أعطيها نوتيلا، فلوس، حلويات، والله ما أعرف، عندي كل هالألعاب. واو، شو ألعب أول؟ علينا هذا علي، أعطينا ألعابنا. نعم نعم، بنادي ليلى، هاي ألعابي، بنادي ليلى. ليش تضحكون؟ شافي بسكو ليلى. شو؟ تم القبض على زعيم الحارة ليلى؟ ها؟ يلا لعبة العادلة. يلا اعطيني تلفوني. ليش فرحانين؟ شو صار؟ قولوا لي شو صار؟ يا لولو، ليلى بالسجن. أوه يا دانا، أنتي ما قدرتي علي لأني أنا أكبر عنك، أما الصغار ناديتي لهم ليلى، وهذا ما يصير. يا دانا، أنتي ما يصير تستقوين على الصغار، وتذكري يا دانا، يوم لك ويوم عليك. ها؟ مع السلامة. يا أصدقائي، استعراض القوة على الآخرين لن يزيد من هيبتكم شيئا. قدر الصغار ومن هم أضعف منكم، وكونوا رحماء بينكم. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب، ولا تنسوا تتابعوا الانستغرام والتيك توك والسوشيال. باي، نحبكم، ضيفوا لنا، نصور فيه يومياتنا وحياتنا وهذا الحساب، ضيفونا، نحبكم.